السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكون بألف خير. في هذا الفيديو سنقترح عليكم كرواسة سهلة التحضير مورقة، تجي قطنية وفي نفس الوقت مورقة، والأهم أنها اقتصادية كيف ما تشاهدوا في الفيديو. تيجي رطب وفي نفس الوقت مورقين كيف ما تشوفوا من الداخل. أقسم لكم باش تشوفوا من الداخل كي تيجيو. تتمنى أنه من استحسانكم، ونبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. باش نصوبوا هاد الكرواسة تحتاجوا المقادير الآتية اللي تبان على الشاشة: نص كيلو ديال الدقيق الأبيض أو 5 الكيسان بقياس كاس العنبة. تنحتاجوا كذلك بيضة، سكر مركب الفانيو، خمارة، 2 معالق كبار، 3 معالق كبار ديال السكر، خميرة الخبز ملعقة كبيرة، زبدة حيوانية ملعقة كبيرة 30 غرام، شوية الملحة، تقريبا 350 ملل الحليب الدافئ. أول مرحلة نعملو الخميرة الخبز، نعملو لها الحليب الدافئ ونخليوها على جنب. نضعو لها قليل من السكر بهذا الشكل، هنا الدقيق نوضعو له الملح، واحد ملعقة صغيرة تقريبا، كذلك نوضعو السكر 2 معالق كبار 3 على حسب الذوق ديالكم. نضيف كذلك السكر المنكب الفاني 7 غرامات، خميرة الخبز للحلويات 8 غرامات أو بيكنج باودر 8 غرامات. نوضعو بيضة، هنا نعمل واحد الحفرة في الوسط ونعمل البيضة ونخلطو هاد العناصر هي الأولى. نخلطها غير بيدين بهاد الشكل، ونضيف خميرة الخبز والحليب الدافئ. نضيفو بالتدريج بالنسبة للزبدة 30 غرام عندنا حيوانية من الأفضل. أن نعملوها آخر مرحلة تندلكو العجين، هنا غادي نلم العجين ونديرها تعجن، تدلك في العجان الكهربائي ثم طبعا على حسب المتوفر عندكم. هنا الحليب تنضيفو بالتدريج، هنا درتها تعجن مزيان تتدلك مزيان. هنا في هذه المرحلة غادي نوضع هذيك الزبدة اللي تكون من الأفضل لينة ونخليها تمتزج مع العجين، تنحصل على واحد العجينة اللي تكون رطبة بهذا الشكل. تلتصق شويه باليدين، ماشي متماسكه كما تلاحظوا رطبه. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها تضعف الحجم ديالها. بالنسبه للحشو ديال الكرواسه، هنا الشوكولات عندنا كذلك 2 معالق كبار النشا والزبده. هنا خدمني يلاه 120 غرام ديال المارغرين، عفوا هنا ذوبت كميه كثيره ولكن ما استعملتهاش كامله. هذه الطريقه اللي نوريكم، ما تستعملوش بزاف ديال المارغرين في وسط العجين. هنا غنقطع العجين 8 ديال عفوا 10 ديال الكرات كيف ما تلاحظوا، وطريقه سهله. انا كل كره فيها 80 غرام تقريبا، اللي بغيتو يكونوا متقادين او عينكم ميزانكم على حسب اللي عندكم، اللي كان متوفر ميزان وزنوهم. صافي هنايا يعني نكمل، هنا كملت 10 ديال الوحدات، والطريقه سهله كيف ما تلاحظوا. هنايا تنطلق العجين على طاوله العمل وحده بوحده، هنا نستعملو بالدقيق حيت العجين تلتصق. نحاولو نطلقو العجين رقيق ونعطيه شكل دائري بهذا الشكل. وندهنو بالمارغرين اللي دايبه، دهنوها مزيان وندهنو من فوق شويه النشا
هذا هو اللي يعطيها الخفة ويزيد ورقناها بالكرواسه. ونعمل هنا واحدة أخرى، نديرو خمسة الوحدات، واحدة فوق واحدة، وخمسة الوحدات الأخرى نديرو نفس الطريقة، واحدة على واحدة. تلقوها رقيقة ونحاول نعطوها شكل دائري كيف ما تلاحظوا. سمك رقيق بهذا الشكل، وغنديرها فوق من هاد اللي عملتها، وندهن بالمارغرين مزيان، وكذلك ندردرو النشا او المايزينا. نزيد نضيف الثالثة، تنديرها خمسة الوحدات كيف ما قلت لكم. الوحدة الأخيرة طبعا ما دهنوهاش، هي اللي تنطلقو باش داك الجهة اللي تنطلقو العجين. غندودها فوق اختها، تتمنى تكون الطريقه واضحه. انا دهنت كذلك بالمارغرين، ضروري وعملوا نشا كذلك. هنايا صافي، بقات هي الوحده الاخيره الخامسه، طلقتها ونوضعها فوق منها. وهنا عملوها في الثلاجه باش تماسك داك الزبده او المارغرين عفوا، باش ما تخرج لكمش من الجوانب. وهاد خمسه ديال الكرات العجين نفس الطريقه غادي نعمل ليهم. هنا المارغرين تبقات ليا كيف ما قلت لكم، عملت غير 120 غرام تقريبا. هنا اللي دخلتها في الثلاجه الاولى هي اللي غنطلقها في الاول، تكون تماسكات ليا. هنا طلقتها بهذا السمك، وغادي نقطع مثلثات، قطعت البيتزا نعمل مثلثات. هنا عملت وحدات كبار، تقدروا نتوما تزيدوا تصغروا. هنا ندير واحد 16 الوحده. هنا نعمل الشكلاط، نتوما طبعا تقدروا ديروا تاكريم باتيسيير او مربى تزيدوا، او على حسب المتوفر عندكم او اللي تتفضلوه. هنا كيف ما قلت لكم عملت وحدات اللي هما كبارين في الحجم، وسروا لي بهذا الشكل الطريقه المعروفه ديال الكرواسه. وهنا درتها في لاطا اللي تكون مغلفينها من قبل، اما بورق الطهي او داك اللي ما تلصقش. ونستمر ونفس الطريقه اللي نعملها بالنسبه للدائره الاخرى او اللي فيها خمس وحدات كذلك. وهذه الدائره الاخرى تلقوها بنفس الطريقه. طيب دخلنا الثلاجه ضروري باش ما تخرج لكمش الزبده عفوا المارغرين من الجوانب. وهنا قطعت بيتزا، نعمل هنا 8 ديال المثلثات. الطريقه سهله وتجي تبيع كرواسه لذيذه بزاف ومورقه في نفس الوقت، تجي مورقه ورطبه. صافي هنا نستمر تنكمل الكميه كامله ديال العجين اللي عندي بهذا الشكل. هنا نخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه، وندهنهم بواحد الخليط اللي غادي يعطيهم هذيك الهشاشه ويرطبهم اكثر. هنا ياغورت طبيعي، ونضيف له شويه ديال الحليب، واحد 30 مللي الحليب. تقدروا تكتفيوا غير بالياغورت طبيعي او تقدروا تضيفوا الحليب. انا ضفت هنا شويه ديال الحليب مع الياغورت او الزبادي من وزن 120 غرام، ونخلط مزيان وندهن هاد الكرواسه. هما مازال ما خمروش نهائيا، راه ارتاحوا غير واحد ربع ساعه كيف ما تلاحظوا، مازال ما اختمروش. دهنهم مزيان. هنا ما تخافوش، واخا ينزل لكم هذاك السائل راه تزيدي تشربوا ملي تخمروا، وملي تيطيبوا في الفرن كذلك تزيدي تشرب هذاك السائل وتيجيو رطب وتيجيو هشاش. تيجي مزيج ما بين تيجي رطب وكذلك مورقين، تيجي واحد القوام ديالهم تيجي زوين بزاف. ونخليهم هنا على جنب فواحد البلاصه دافئه اللي باش يختمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم كثر. هنا كيف ما لاحظتوا ضاعف الحجم ديالهم. هنا غادي ندهنهم بصفار بيض، تقدروا تزيدوا معاه قهوه سريعه الذوبان بغيتوا لون يكون اغمق.
على حسب اللون اللي بغيتو، لكم تبغوا لون اكثر تقدروا تضيفوا قهوه سريعه الذوبان مع صفار بيضه او تكتفيو غير بصفار بيضه كيف ما درت انا. صافي هنايا ندهن الوحدات كاملين، طبعا خصهم يدخلوا الفران يكون سخون من قبل، يطيبوا شعلتهم من فوق لتحت واحد 180 درجه حتى 200 درجه. هنا كيف تلاحظوا تياخذ منكم واحد 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، هنا بداو يتحمروا كيف تلاحظوا، هما طابو هنايا تيجيو رطب بزاف. هنا اما دهنوهم بناباج او تقدروا تزينوهم بشويه ديال اللوز ايفيلي على حسب المتوفر عندكم، او تحتفظوا بهم هكا حتى هما تيجيو زوينين. هنا دهنتهم غير بشويه ناباج بهذا الشكل، وانتم طبعا على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي تعجبكم تيجيو بهذا الشكل. فتلاحظوا تيجيو رطب قطنيين. كما لاحظتوا سهلين جدا في التحضير. تنتمنى هاد الوصفه اللي قدمت لكم هذا اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه وشهيه طيبه.